السلام عليكم جميعا، نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. كنتمنى لكم عواشر مباركه بالصحه والسلامه وكل ما تمنيتو ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم لي بانكيك صحيين وبنانين وسهلين كيتحضروا في دقائق الفطور او الكوتي. هاد لي بانكيكس غادي نحضروهم بحبوب الشيا او لي غريندوشيا. كما معروف البنات لي غريندوشيا غنيين بزاف بالكالسيوم وفيهم الفوسفور والأوميغا 3 وغنيين بالكالسيوم، وفيهم كذلك الشوفان أو الخرطال أو الفلوكون دافوان مزيانين بزاف، كيضبطوا مستوى السكر في الدم، كيضبطوا أوسي ضغط الدم في الجسم. كنتمنى تجربوا هاد الوصفة الصحية والغنية بالفوائد. دابا ندوزو نحضروا الوصفة ديالنا ونوريكم طريقة التحضير. بالنسبه للمقادير ديال لي بانكيكس بالشوفان وحبوب الشيا، غادي نحتاجو حبوب الشيا او لي غرين دو شيا. بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش الشيا هي على شكل حبوب، غادي نحتاجو نص زلافه ديال الدقيق الابيض، غادي نحتاجو زلافه ديال الخرطال او فلوكون دافوان او الشوفان، غادي نحتاجو زلافه ديال الحليب، غادي نحتاجو 10 د المعالق كبار ديال الماء، غادي نحتاجو العسل، شويه د الملحه، غادي نحتاجو الساشي ديال الفاني وبيكين باودر ملعقة كبيرة أو خمارة. دابا ندوزو على بركة الله نحضرو الوصفة ديالنا. كندير جوج معالق كبار ديال الشيا، حبوب الشيا، كنضيف ليهم 10 معالق كبار ديال الماء، كندير 10 معالق كبار ديال الماء. بالنسبة لهاد الخلطة البنات غادي تلعب الدور ديال البيض، غادي تطلق لينا حبوب الشيا واحد لوجيلة البنات اللي غيلعب الدور ديال البيض في هاد الوصفة. غادي نخلي حبوب الشيا والماء يطلقو لوجيل وغادي نمشي ندوزو نكملو الوصفة ديالنا. بعد ربع ساعة هو الخليط ديال الشيا والماء كما كتشوفوا البنات على شكل جيل، غادي يلعب دور البيض في هذه الوصفه. دابا ندوزو نحضروا الوصفه ديالنا. بالنسبه للخطوه الثانيه غادي نطحن الشوفان، كناخذ الميكسور كندير فيه الشوفان باش نحصل على دقيق الشوفان. غادي نطحن الشوفان ونتلاقاو. ها هو دقيق الشوفان من بعد ما طحنته مزيان. من بعد ما درت الشوفان في الصلادي كنضيف ليه الدقيق، نص زلافه دقيق الابيض، كنضيف ليهم شويه ديال الملحه غير شويه، كنمزجهم مزيان، كيجيو هاد لي بانكيكس رائعين وبنانين في المذاق وصحيين. كنمزج مزيان حتى يندمجوا. من بعد ما مزجت المكونات مزيان كنضيف الساشي ديال سوكر فاني، كنضيف ملعقه كبيره ديال الخماره او بيكين باودر، كنمزجهم مزيان، ممكن تستعملوا فاني ليكيد او سيغو ديغابل، كنمزجهم مزيان. من بعد ما ندمجو مزيان المكونات كنضيف لي غرين دو شيا او حبوب الشيا، كنضيف ليهم ملعقه كبيره ديال العسل، كنمزجهم مزيان، كنمزجهم بالفوي مزيان، كنمزج مزيان. غادي نبقى نضيف الحليب بشويه بشويه حتى يندمجوا المكونات. كنمزج مزيان. كنمزج مزيان لي بانكيكس ديالي.
غادي نزيد غير شويه ديال الحليب، كنتمنى البنات تجربوهم، كيجيو رائعين وبناني في المذاق وصحيين، خصوصا فيهم حبوب الشيا والشوفان، كيجيو على هاد القوام. هو خليط ديال لي بانكيكس ديالنا واجد، كيجي على هاد القوام. دابا غادي ندوز نطيبهم، كنتمنى تجربوا هاد الوصفه البنات. كتجي واحد لابوال سخونه، دهنتها بشويه ديال الزبده، كندير لي بانكيكس ديالي يطيبوا. نقدهم لي بانكيكس ديالي، تخليهم طياب، كنقلبهم الجهه الثانيه. دغيا كيطيبو، ما كياخذوش الوقت بزاف. هي وصفات بانكيكس بالشوفان والكرين دوشيا، زينتها بشويه ديال العسل ورافقتها مع شويه ديال لي فريز. كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها، وانا متاكده غادي تعجبكم. نتمنى وصفه اليوم ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، والا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تلايكي الفيديو وتخليوا لي تعليقاتكم الزوينه اللي كتزيد تشجعني. والا كنتو اول مره كتشوفوا قناتي ما تنساوش الاشتراك وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وميعادنا في الفيديو الجاي. بسلام عليكم.